لطالما كان لبنان بلد الجمال. مناظره الطبيعية تخطف الأنفاس، شعبه معروف بكرمه وروحه. من جباله الشاهقة إلى سواحله الساحرة، لبنان هو لوحة فنية حية. وأحياناً من هذا البلد النابض بالحياة يولد النجم. في قلب هذا الجمال تبرز قصص ملهمة لأفراد يتركون بصمتهم. كانت ديما صفي أحد هذه النجوم، بوجهها المشرق وابتسامتها الساحرة لفتت الأنظار منذ نعومة أظافرها. منذ صغرها كان جمالها وأناقتها لا يمكن إنكارهما. كانت طفلة مميزة تلمع في كل مناسبة، كانت تحمل نفسها برزانة أبهرت كل من حولها. كانت تعرف كيف تترك انطباعاً قوياً أينما ذهبت. لم يكن مفاجئاً عندما قررت أن تشارك في عالم مسابقات الجمال. كانت هذه الخطوة طبيعية بالنسبة لها. كانت رحلة ديما لتصبح ملكة جمال رحلة مليئة بالتفاني والعاطفة. كانت تتدرب بلا كلل، تسعى دائماً للأفضل. لقد سكبت قلبها وروحها في كل مسابقة، تمت مكافأة جهودها. كانت كل لحظة على المسرح فرصة لإظهار شغفها. لم يكن جمال ديما سطحياً فقط، كانت تمتلك عمقاً فكرياً وروحاً معطاءة. كانت تمتلك ذكاءاً وسحراً ساطعاً. كانت تعرف كيف تتحدث بثقة وتؤثر في الآخرين، جعل هذا المزيج منها منافسة هائلة. كانت تترك انطباعاً لا ينسى على الحكام والجماهير. سرعان ما صعدت في الصفوف واستحوذت على قلوب الحكام والجماهير على حد سواء. كانت كل مسابقة خطوة نحو القمة. كان تتويجها هو الفوز بلقب ملكة جمال لبنان. كان هذا الحلم الذي تحقق. كان هذا النصر شهادة على عملها الجاد وجاذبيتها التي لا يمكن إنكارها. انفجر البلد احتفالاً. كانت لحظة فخر لكل لبناني. أصبحت ديما كنزاً وطنياً ورمزاً لجمال لبنان وفخره. كانت تمثل الأمل والإلهام. استخدمت منصتها للدفاع عن القضايا القريبة من قلبها. كانت تسعى دائماً لإحداث فرق إيجابي. تردد صدى صوتها مع الكثيرين، مضخماً رسائل الأمل والتمكين. كانت تلهم الجميع بأفعالها وكلماتها. لكن يبدو أن القدر كان لديه خطط أخرى. كانت هناك تحديات جديدة تنتظرها، ولكن ديما كانت مستعدة لمواجهتها. ضرب الخبر لبنان كعاصفة مدمرة. ديما صفي، ملكة جمالهم الحبيبة، رحلت. كان الأمر مفاجئاً وسريعاً للغاية، بحيث يصعب على العقل استيعابه. تحولت همسات عدم التصديق إلى صرخات حزينة مع انتشار الخبر كالنار في الهشيم. كافح البلد للتصالح مع هذه الخسارة الفادحة. كيف يمكن لشخص مفعم بالحياة أن يرحل بهذه السرعة؟ كانت ديما في ريعان شبابها في الثلاثين من عمرها قد بدأت للتو في احتضان الإمكانات الكاملة لحياتها. كان لديها الكثير لتقدمه والعديد من الأحلام التي لم تتحقق بعد. خلفت وفاتها المفاجئة فراغاً في قلوب الكثيرين، فراغاً بدا من المستحيل ملؤه. دخلت وسائل الإعلام في حالة من النشاط المحموم وسارعت لتغطية المأساة. غمرت رسائل التعازي والتكريم منصات التواصل الاجتماعي. نعى البلد الموحد في حزنه فقدان نجمه الساطع. أرسل خبر وفاة ديما صفي موجات صدمة في جميع أنحاء البلاد. من شوارع بيروت الصاخبة إلى القرى الهادئة nestled in the mountains تردد صدى شهيق عدم تصديق الجماعي. وقف الناس متجمدين، وجوههم محفورة بالحزن وهم يستوعبون الأخبار. كيف يمكن لهذه الشابة النابضة بالحياة، رمز الأمل والجمال، أن تختفي في وقت مبكر كهذا؟ وجد لبنان، وهو بلد معتاد على نصيبه من المصاعب، نفسه موحداً في حزنه. لجأ السياسيون والمشاهير والمواطنون العاديون على حد سواء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تعازيهم. امتلأت شاشات التلفزيون بتكريمات لحياة ديما وإنجازاتها. ابتسامتها المشرقة التي ستبقى محفورة في ذاكرة الأمة إلى الأبد كانت بمثابة تذكير مؤلم بهشاشة الحياة. كان تدفق الحزن دليلاً على التأثير الذي أحدثته ديما خلال حياتها القصيرة والمؤثرة. لم تكن مجرد ملكة جمال، كانت قدوة ومصدر إلهام للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء البلاد.
استمر إرثها من اللطف والنعمة والروح التي لا تتزعزع في التألق حتى في وجه المأساة. الجزء الرابع: همسات في الريح، أسباب غير مؤكدة وتكهنات. في أعقاب وفاة ديما صفي المفاجئة، خيمت سحابا من الغموض على لبنان. كانت ديما شخصية محبوبة ومعروفة، مما جعل وفاتها صدمة كبيرة للجميع. وظل السبب الرسمي للوفاة غير معلن، مما أدى إلى موجة من التكهنات والشائعات. كل يوم كانت تظهر نظريات جديدة، وكل منها أكثر إثارة من سابقتها. أدى نقص المعلومات إلى خلق فراغ سرعان ما امتلأ بالهمسات والتخمينات. كان الناس يتحدثون في كل مكان، من المقاهي إلى الأسواق، محاولين فهم ما حدث. تمسك الجمهور الذي يائس للحصول على إجابات بكل كلمة وكل نظرية يتم تداولها في وسائل الإعلام وعبر الإنترنت. كانت وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالنقاشات والجدالات. أشار البعض إلى حالات صحية كامنة محتملة، بينما ألمح آخرون إلى وجود شبهة جنائية. كانت هناك تكهنات حول كل شيء، من الأمراض النادرة إلى المؤامرات السياسية. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أرضاً خصبة لنظريات المؤامرة، كل منها أكثر غراباً من سابقتها. كانت هناك منشورات ومقاطع فيديو تنتشر بسرعة، مما يزيد من الغموض. دارت شائعات لا هوادا فيها، مما أدى إلى تضخيم الألم والارتباك الذين يسيطران بالفعل على البلاد. كان الناس يشعرون بالحيرة والخوف، غير قادرين على التمييز بين الحقيقة والخيال. وسط التكهنات المتفشية، حثت السلطات الجمهور على الامتناع عن نشر معلومات لا أساس لها من الصحة. كانت هناك دعوات للهدوء والصبر حتى يتم الكشف عن الحقيقة، وقد وعدوا بإجراء تحقيق شامل لتحديد السبب الحقيقي للوفاة وجلب نهاية لعائلة ديما ومعجبيها المفجوعين. كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر أي تحديثات من السلطات، ومع ذلك فإن عدم وجود إجابات ملموسة لم يؤدي إلا إلى تعميق الغموض المحيط بوفاتها المفاجئة. كانت الشموع تضيء في كل مكان، تعبيراً عن الحزن والأمل في نفس الوقت. الجزء الخامس: فيروس كورونا المستجد، مجتمع يتصارع مع عدم اليقين. في هذا الفصل نستعرض كيف أثرت الجائحة على كل جانب من جوانب الحياة اليومية، من الصحة إلى الاقتصاد، ومن العلاقات الاجتماعية إلى النفسية. مما زاد من تعقيد الوضع هو جائحة فيروس كورونا المستجد المستمرة. المستشفيات ممتلئة، والناس يقفون في طوابير طويلة لإجراء الفحوصات، مما يعكس الضغط الهائل على النظام الصحي. الفيروس الذي كان يلقي بظلاله الطويلة على العالم برز الآن بشكل كبير في التكهنات المحيطة بوفاة ديما صفي. الحجر الصحي أصبح جزءاً من الحياة اليومية، والممرضات يعملن بلا كلل في أجنحة الفيروس. همس البعض بأنها ربما تكون ضحية للفيروس أو مضاعفاته، في تذكير قاتم بعواقب الوباء البعيدة المدى. مراسم الجنازة المحدودة تعكس الحزن والقلق